السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيك. أخبارك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. كان عندي بس لحضرتك سؤالين. سل. أنا كنت الأول ببقى راجع من الشغل مجهد، فساعات كنت ممكن أصلي مثلا الفرض وأنا قاعد، أو أصلي مثلا في العربية لما بيفوتني وقت الصلاة ومش فيش مكان ممكن أقف فيه بصلي في العربية، وأنا عارف يعني وعرفت بعد كده إن أنا ما يجوزش ليا. كنت تصلي الفريضة جالسا عن جهل. بالظبط. في السفر أو في العمل. صح. بعد إذا كان الفريض إذا كانت الفريضة وقتها ما زال قائما تعيدها، انتهى وقتها فالعبادات التي فعلت بجهل وانتهى وقتها بهذه الطريقة نرجو الله أن يتقبلها. عمار بن ياسر اسمع لي أدلل بس ببعض الأدلة لعل قلبك يطمئن والطمأنينة من الله. عمار بن ياسر رضي الله عنه كان في سفر مع عمر فأجنبا، فأما عمر تمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة، تعرف الدابة تتمرغ في التراب. عمر فعل هكذا. أما عمر فترك الصلاة، فلما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره النبي قال إنما كان يكفيك هكذا، لم يمر بعادة الصلاة. كذلك عدي بن حاتم من الطائي رضي الله عنه لما نزل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كان يضع خيط أبيض وخيط أسود تحت المخدة ينام، وكل شوية يصحى يشوف الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فأخبر النبي بذلك. ضحك النبي وقال إنه سادك العريض، إنك العريض القفا، إذا كان يعني مخدتك تسعى الخيط الأبيض اللي في السماء يعني جيب مخدة منين تسعى؟ أيوة. إنما قال ذاك بياض الليل وسواد النهار، بياض النهار وسواد الليل.